اسمع احلى اغاني. استنوا بس لحظه بالباب. الف بركه يا تيتا. والنبي يا تيتا شغلنا الاسطوره دي عشان اتحزن والرجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده؟ اشرف ايه ده تملي؟ اسمع روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس فاهم؟ يلا ما تسمعش. نورت الدنيا نورت الدنيا. وجودك ربنا العان حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع انت؟ انت ما بتشوفش المقابله اللي قابلتها لي جوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقول لك ايه؟ ايه عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار؟ بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك مبروك على ايه بلا خيبه؟ دي حاجه كده هتفرفشك. تفرفشني ازاي؟ هتزود عندك جرعه الرومانسيه. نسيت ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل باش تفاهه. ايه ده ايه ده؟ انا بقول لك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي جملته جمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه يا موان. انت مواهق بص شعرك وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنه يا موان يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرف يا جامد. ها بس موسيقى رائعه تشني في الاذان مش كده؟ الاقي عند سعادتك كوبي احتفظ بيه. فافش الجو شويه. حاضر حاضر روح. نوا عوسه تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوا يا جماعه تيتا تشتمني فاحي فاحي. مش ملاحظه يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبه للجو العام؟ احنا في المانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيده. بس احنا في مصر فقاهه. يخص نوا يا جماعه. وبعدين دي سيمفونيه قداس الموت حاجه شيك. قداس الموت صفاح يا تيتا من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العمله السوداء اللي انت عملتها. وربنا افركشه دلوقتي يا تيتا. اقطع البدله دي وافركشه. يمشي من قدامي روح كشتك. يلا غور. ايه الحوار ده؟ ده فرحي ده فرحي يا ساتر يا رب. نوايا يا جماعه. مبروك يا روفا حبيبي. بتموت فيك يا منار. كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حته ثانيه. انت غير يا جدع انت. ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي كله ثبات. طب غني ياه. ما بلاش يا ايمن وليها شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ ده فرح اختي. غني ياض ما انا بعملها معاك. خلاص انا مغني. يا ناس قتلي الغرام مجروح وسال دم ويا حزن قالوا عليا طول عياط امه. كان قبل الغرام وردة ونشمه العشق خلاه دبل واصفر يا عيني امتى يحن الحبيب ويبوس ويضمه. يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف وخايف يزعلوا انت الزمان اللي بيحييني انت اللي بيروحني. بس يا غجر ايه السفاله وقله الادب دي؟ رايت انت هقول لك ايه؟ ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي عيب وكمان حرام. يا حاج احنا حرار وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلعطوني. جاك نقطه. البيت ده بيت محترم. لموا السلاح ده كله والا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز سلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا؟ ده خل السنان. صح تيتا ابويا ما بيكذبش. طب انا اللي حددتك خله كفايه بقى يا تيتا. اخرس انت وليه السلاح يا زميلي. يا طيب ده يا طيب انتوا جايين تناسبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نزيطك في منطقتك. جايين نجامل العروسة ليه يا أختي؟ أختي! عاملين رجالة وما بتخافوش؟ آه طيب رعد جبل لا 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 انجروا على أوضتكم يلا. صباح الخير يا تيتا. مسيعة حفلة الظريفة دي كان فرح جميل الحمد لله مبروك عاوز. صباح الخير يا تيتا. امشي. حاضر يا تيتا. مالك؟
لا مفيش حاجه منوع وفاحة وفاحة بقى. بس هو وش منوع يعني مسكه الايد دي بالنسبه لي قد ايه؟ حياه ربنا يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحده ست كده يعني، انت عارفه بقى ما مسكتش ايد امي اللي ماتت وهي صغيره، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات الف مبروكه الف مش عارفه متلخبطه بصراحه حياه ربنا. انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. اوعي يا منوع انت في ايد امينه. ها رؤوف افتح لي السوسته. ايه حاضر منوع. ايه انت بس فك السوسته ليه منوع دلوقتي؟ يلا اخلص. حاضر منوع حاضر. بس انت بصراحه ماشي يعني انا كنت عامل حساب موضوع السوسته ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل. ايه يا منوع هو ربنا سوي مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منوع الضربه دي انت وجعتني قلبي بجد يا منوع. ايه ده؟ معلش معايا في التواطؤ. هي ليله كلها تواطؤ بس هتفك هتفك بامر الله. بقوا ميه كده هجيلك عشان فتح السوسته ده ليه سور. ها ماشي. نوتي بيتك يا منوع نوتي بيتك. ايه ده؟ يا اسود يا ليله زي الزفت يا ليله زي الزفت. قدام يا حيوان تعال هنا قدامي. تعال هنا يا متخلف. ادخل اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب. طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك. غيره هات. حاضر تيتا. كمان وربنا ما معايا تاني وربنا ما فيه هم دول بس وربنا ما معايا. ايه الادويه دي كلها؟ انت عيان ولا حاجه؟ لا تيتا مش مسألة عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعدة للفترات الحرجة يعني. مين اللي اداها لك؟ موان موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرع ده. هو ووك بكا. انا هسألك شوية اسئلة وعايزك تجاوبني بكل صراحة فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على اسئلة دلوقتي؟ ايوه. ومنار مستناني جوه تيتا. تتفلق منار. اوكي واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب ايه يا تيتا؟ يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كاليفورنيا. لا طبعا ما عنديش تجارب. ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا. طب سالت دكتور متخصص في ليله الزفاف؟ اه اسود انا روح لدكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا. ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ مال ملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل ايه طب يا تيتا؟ ما حضرتك يعني دي ليه دخله لازم ادخل لها يا تيتا يعني. وبعدين خليها على الله. بعدين في حاجة حضرتك ناسيها، أكيد ماما مش حمار. لا اتضح إنك أنت اللي حمار. شكرا. الأدوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة، لكن على المدى الطويل هتجيب داغك. يا تيتا المدى طويل إيه تيتا؟ وأنا داخل كأس أمم أفريقية؟ يعني احييني النهاردة وموتني بكرة والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافة اللي من النوع ده مهمة جدا للشباب. وأنا بقى جايبة لك كتاب، لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء. يعني تفتح حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا دلوقتي ومنور اللي متلقاها جوه دي. انت تخرس خالص اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليله الزفاف يجب ان تتبع القواعد الاتيه. القاعده الاولى ازاله الرهبه. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنوع؟ الله يخرب بيت. طب اعمل ايه؟ ما لازم اسال استفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا مين؟ فوق. حاضر يا تيتا اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى. انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها وبص حتى اللفظ قواعد. في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا. احنا بنبني عمارة بنبني خلصانة ده كتير قوي. حضرتك ماسكاني مسجون بقالي فترة. ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم نسيح؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقول يا تيتا انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص أوي خلاص أوي. خلاص خلاص بطل عياد. خد ده ذاكره كويس قوي. بكرة ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. أيوة. انا وعروستي. ركز يا واد ركز ركز هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر شاكين قوي. يا منوع
اقسى عليك، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوستة. بس بصراحة انت مية مية شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شوية اسئلة محوراني كده يعني، ممكن بصراحة ولا تتضايقي؟ فاكره زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكوباه فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نعيش نتجوع شويه بقى يعني، ان شاء الله هقوله لك. بس انت هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، اهلك قدموا لك واحد عادي يعني، ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحتي قلبي. عايز اقول لك يا منو، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه وحياه ربنا، كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك عطاف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي، صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا منى. انت من اهل يا حبيبي. كفايه نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا صباح مع الصبح. صباح الخير ديتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي بقى. بصي ايه يا تيتا، ممكن يعني اقتراح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فيا ريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله اوراق مهمه يعني، اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، حاجزه لكم تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا دي؟ مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه. ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونة بقى يا حونة. يا عيني والله ما فيت حنيتها ماما والله. منوة حلوة؟ بالحلوة بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده ايه ده يا ماما؟ شنكلني. انت تقف هنا، احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ. كويسة؟ مساء الخير. اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ ربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره جاي هنا. ما هو اللي بيسالني بيقول لي ماذا لازم اقول. الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، اريد الماء، لم يعطوني الماء منذ اكثر من يومين. اسود معاك ميه؟ اريد الماء. اتفضل حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر اللي حق النسب بتاعه. المسرحيه بدات؟ ايوه. مش عارفني لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك ايه؟
هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤوليه؟ عادي امشي امشي ما تزقش محترم. لماذا يا قريتي لماذا؟ برافو برافو. لو تقامت لا خنت اسم اللوكا انت طلعتي لهلوبه في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه اتعشينا بر. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. يا منار هتتخلي معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تسيب عليك الكلاب دي ما عندهاش شخمه. اسمع قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها ناميه في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا مفيش حاجه مر. خلاص يا تيتا في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر. انا عماله سايسها وهودها لكن خلاص مش قادره. انا خايفه الست دي تجيب اخري ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه اهدي شويه يا مناه مش كده اعصابك. لغايه امتى يا رؤوف؟ ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله خرجنا واتفسحنا ورقصنا. ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف مفيش حاجه ترقص كده غوفه. رقصه صغيره رقصه صغيره. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. اسمعوا ده داتكم خيبة في ودانكم. تصبح على خير يا منار نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا اكل يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى يعني. الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني اهبل انت خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكم المصروف. ايوه بس ايوه منام منام معلش تيتا فين بصراحه. ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منام. انا عايز الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. فجاه كده النكهه كده وخان غاب ده انا هشنك. وهوب انا من اواكل. اتفضلي عين العقل يا روي هاني. هم موكليني اقبض ماهيتهم حتى اسالهم. اسالهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ تاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. صباح الخير يا فندم. ايه يا اهلا ازيك يا تيتا صباح الخير عامله ايه؟ خير ايه اللي جابك هنا عندنا؟ شغلك ايه يا مروان في ايه؟ مفيش يا فندم انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي وعايز سلفه ليه؟ صحيح انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم. هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالاجر فاهم؟ يعني كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه لكن عايز سلفه علشان بدله عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجه.
جيل هايف. جيل هايف فعلا يا راوي هانم. طلبك مرفوض. الله. يعني خصم 5 ايام علشان الهيافه اللي انت فيها دي. اتفضل. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. اتفضل. ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير. انا راجل وحداني ومراتي متوفيه بقى لها اكتر من 10 سنين. مش فاهمه. عايز اقول لسعادتك ان انا عايز اتطبق بيكي على سنة الله ورسوله وفرق السن اللي بيننا مش فرق وقال. السن يا بجم. وبعدين يا رؤوف هتعمل ايه؟ مناع عندها حق بصراحة. بصراحة يا موانع مناع استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف. الخلفة الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني يا حبيبي. الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا. احنا مفيش تركيز خالص. انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف. ايه الموضوع؟ اسمع اسمع هو نطش ما تتكلم على طول. حاضر حاضر. بقولك ايه؟ انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت. ها والطيب خاطرها بكلمتين خلاص. تقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروح في اي حتة فاضية ما فيهاش تاريخ ابني تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف. إيه؟ دي مراتي. اخد مراتي تحت الكوبري. يا منى دي ست كبيره منى وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطري عشان خاطر ربنا يعني. خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف. انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني. يعني احنا لسه في عز الشباب. نسيت ان احنا لسه عروسان يا منى. في ايه يا منى؟ ركز معايا شويه. انا وربنا بص بقى. ها ايوه كده اضحك يا منار. شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منار. ابن حلال يا ابراهيم. كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال. قول لك يا ابراهيم. خير. عايزك بصراحه يعني توديني الجميل بقى. عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. يلا منى يلا منى. قوم يا بنت ربنا هات سرك. تعالي بس تعالي بس. مفاجأة مفاجأة منى. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف.